d'habitude, je vais demander aux seuls évêques de bénir le corps, mais ils... Alors, aimer l'humanité. Il fut aussi لقد كان سباقا لنشر مبدئي التعايش، وترجم ذلك شخصيا عبر أفعاله بالانسجام الكلي مع المجتمع الجزائري، وذلك خلال أولى سنوات الاستقلال، أين أصبح جزائريا غداة الاستقلال. اختياره للمصير المشترك والشعور القوي بالانتماء الذي ميزه أخذ منحنى متميز خلال العشرية السوداء عندما اختار بكل شجاعة البقاء في بلده الجزائر.